الجنائيه ان المرافعات الجنائيه ان انا اسفه طبقا لقانون المرافعات ان انا عشان اجي اتنازل عن دعوه لازم ارجع لسعادتك او حياتك تعملي توكيل خاص بالتنازل، وكان المفروض الاستاذ عمر هريدي يبلغك بالكلام ده، لكن دكتوره ماجده للاسف انا مش عايز تبرير، انت ادرى مننا، احنا من النواحي القانونيه طبعا ما احناش على علم بيها زي ما حضرتك ضليعه في هذه الموضوعات، وانا يعني بشكر حضرتك على المجهود اللي بذلتيه، بشكرك شكر جزيل على مجهودك، ويعني ارجو ان انا اكون يعني ما تصرفتش، يعني ان انا ما بلغتش حضرتك، ارجو ان حضرتك ما تفهمينيش غلط، انت المحاميه بتاعتي وانا بعتذر ان انا ما عرفتش اعترف فيكي علشان ابلغك بقراري. لا مفيش مشكله كابتن لواء، هو الحقيقه انا حضرت الجلسه النهارده واستاذن حضرتك ان انا تنحيت عن الوكاله لهذا السبب عشان ما اكونش يعني اذا كان في تصالح تم او في اي حاجه وتمت، بس هو على فكره انا عايزه برضه اصحح لسعادتك معلومه قانونيه ان ما فيش حاجه اسمها تصالح في مجلس الدوله، في حاجه اسمها ترك الدعوه، ترك الدعوه يعني معناها انك انت ترك تطلب الدعوه الدعوه ايوه مش تصالح، والنهارده حتى تقدم الاقرار لسعادتك ما كاتب هو بخط يعني اليد. هو احنا بنستعين ليه بالناس القانونيين؟ لان ايوه علشان بالظبط، الحاجات الصغيره ما اللي احنا هو ما نعرفهاش ايوه انت بالظبط كده، تعرفيها. فترك الدعوه معناه ان حضرتك لازم تكون تارك الدعوه بتوكيل خاص او بتوثيق الاقرار ده اللي حضرتك كاتبه في الشهر العقاري. طبعا هما ما عملوش كده، واللي حصل قدموه لي على اطلاق وكده، فرقت المحكمه انا معايا توكيل رسمي عام قضايا، والاستاذ اللي حضرتك بعته معاه توكيلات عام القضايا، والاستاذ عمر هريدي معاه توكيلات عام. طب مين اللي يحكم هنا بان حضرتك تقصد الترك الفعلي؟ يبقى لازم توكيل خاص بترك الدعوه في موثق في الشهر العقاري، هي دي النقطه. وعشان كده انا يعني النهارده تدخلت باسم كنت الاستاذ نجحت في الاتصال بحضرتك يوم الحد اللي فات، كنت اتعلمت من حضرتك الكلام ده، كنت عملنا هذا التوكيل، لكن لا تحت امر معلش سعادتك احنا فندم، لما اخلص الشغل اللي انا انا فيه بعتز بالخطا اللي وهنزل كنت ان شاء الله وصلتولي. هتصل بحضرتك ونشوف ايه اللي مطلوب ونعمله. يا ريت مدام ماجده، مدام ماجده هستاذن حضرتك، يعني حضرتك خليكي معايا. سياده اللواء اخر سؤال بس مع حضرتك، هل فعلا نادي مصر المقاصه مضى مع التوأم بالفعل؟ ايوه فندم، يعني حسام حسن ان شاء الله، كابتن حسام حسن موجود بكره في تمرين مصر المقاصه خلاص ان شاء الله باذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، بتمنى لحضرتك التوفيق، شكرا جزيلا اللواء محمد عبد السلام. مدام ماجده، بعد الحديث مع اللواء محمد عبد السلام، انا في نقطه متلخبط فيها، يعني ايه حضرتك تنازل، يعني ايه تنازل ويعني ايه تصالح؟ يعني انا حضرتك النهارده حضرتك احكام مجلس احكام القضاء الاداري ومجلس الدوله ما فيهاش تصالح، تصالح دي في القضايا الجنائيه او المدنيه. تمام. اما احكام القضاء الاداري ففيها معنى اخر وهو ترك الدعوه، بمعنى ان انا بترك حقي في يعني ما اتخيله انه حقي في هذه الدعوه، لكن في تقرير هيئه مفوضي الدوله منضم فيه الدكتور همام رضوان والاستاذ احمد الشاذلي اللي كانوا مرشحين، وبالتالي اصبح لهم مراكز قانونيه داخل هذا التقرير اللي صدر من هيئه مفوض الدوله بالغاء الانتخابات. فبالتالي اذا كان اللي هو الكابتن اللي هو محمد عبد السلام قاد انسحب تاركا دعواه، ففي ناس ثانيه تحققت لها مراكز قانونيه وهي المفروض انها كانت لها مصالح بانضمامها لطلبات اللي هو يضاف عريضه الدعوه، فدي من حقها تتمسك بيه، وبالتالي من حق اي حد يتمسك بما صدر من في تقرير مجلس تقرير هيئه مفوض الدوله، زي المهندس ايهاب صالح مثلا كمرشح على رئاسه الاتحاد وكان منتظر النتيجه، اذا لم اذا تحقق النتيجه نتيجه انسحاب اللي هو محمد عبد السلام، فمن حقه ان هو يتدخل في اي مرحله فيها الدعوه ويطالب بنفس المطالب تمام الموجوده على عريضه الدعوه اللي هو محمد عبد السلام بالانضمام للمطالب. مدام ماجده تسمحي لي اتكلم مع حضرتك شويه بلهجه غير لهجه القانون، يعني برضو عايز استفسر تحت امرك يا كابتن، عشان يعني انا بستغل وجود حضرتك معايا وعايزين الناس تفهم شويه. انا عارف ان حضرتك كنت مع اللي هو محمد عبد السلام طرف جامد، واللي هو محمد عبد السلام زي ما صرح وقال ان هو يعني يعتمد على حضرتك قانونيا تماما. بعد المكالمه دي مع اللي هو محمد عبد السلام، هل في اجراءات هتعوق التصالح او التنازل ده، ولا يعني اصبح الموضوع منتهي؟ حضرتك لازم يعمل، بص حضرتك تخيل ان انا وحضرتك واثنين ثلاثه معانا كمان معانا توكيلات رسميه من اللي هو محمد عبد السلام بالتعامل في القضايا. تمام. مين فينا اللي يترك الدعوه؟ لو انا تركت الدعوه او ان انا وافقت على ترك الدعوه، يبقى انا تعديت حدود الوكاله بتاعتي، لان حدود الوكاله بتاعتي لا تسمح ليا بالترك. امتى يسمح ليا بالترك يا كابتن سيف؟ عشان دي تبقى برضه حاجه الناس تفهمها. تمام. لما يتعمل لي توكيل خاص
بالتنازل عن هذه الدعوه من اللواء محمد عبد السلام. طب ممكن اسال حضرتك يا فندم سؤال؟ ممكن اسال حضرتك سؤال تاني؟ فضل. هل في يا فندم استعداد للمجموعه اللي موجوده؟ يعني اللواء محمد عبد السلام قعد وتنازل او تصالح او خلص الموضوع باي شكل ما قانوني، طبعا مش هتناقش مع حضرتك في الحته القانونيه، هل بقيه الخصوم بما فيهم حضرتك عندهم استعداد انهم يقعدوا مع مثلا مجموعه ويخلصوا الموضوع، ولا الكلام ده صعب جدا يحصل؟ طب تسمح لي كابتن سيف انا اوجه لك السؤال بطريقه ثانيه. اتفضلي يا فندم اتفضلي. حضرتك احد اعضاء الاتحاد وحضرتك لا غبار عليك، ومن احد الشخصيات المهمه اللي كلنا بنحترمها. ربنا يخليك. بسبب تاريخك او تاريخ كابتن سمير زاهر، تاريخ جميل تفخر بيه الكره المصريه. ربنا يخليك. تفخر بيه الرياضه المصريه. لكن انا هقول لحضرتك حاجه. اتفضلي. هل يجوز ان الكابتن سمير زاهر برغم تاريخه الطويل لو قام بارتكاب من اجل الحصول على كرسي رئاسه اتحاد الكوره، قام بارتكاب مخالفات اداريه ومخالفات يعاقب عليها القانون الجنائي كمان؟ تمام. زي مثلا ان انا احصل على تفويض مثلا من نادي واكونش انا ليا صفه في النادي، او تمام. ان انا احصل على تفويض عشان احدي صوتي وما يكونش، او يكون عندي عدد اصوات معينه ملهاش حق تصويت خش تصور. هل هنا هوازن بين استقرار الكوره واستقرار الرياضه وانها تكمل مشوارها، ولا وهذا الاتحاد يكمل، ولا هقول لا ده في مخالفات ماليه ارتكبت؟ انول يعني المستطاع لما أرد تكون مخالفات لما تكون مخالفات ماليه مخالفات قانونيه صريحه وواضحه وتم استخدام فيها، هي اللائحه دي يا كابتن سيف انا اللي حطاها ولا الاتحاد اللي حاططها؟ الاتحاد يا فندم. اللي مصدق على اللائحه الاتحاد الدولي ولا حد تاني؟ الاتحاد الدولي يا فندم. اوكي، لما هي فيها بس خلي بال حضرتك الاتحاد الدولي، بس يا فندم الاتحاد الدولي في حاجات كتير جدا من اللي بنتكلم فيها مش موجوده عنده. طيب انا بتكلم على لائحه الاتحاد المصري. تمام. الاتحاد المصري دي مين اللي وضعها؟ مش الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه طرحت موضوعات اللائحه او بنود اللائحه وتم الموافقه عليها. مظبوط. لما يجي الاتحاد نفسه او مرشحين الاتحاد نفسهم هم اللي يخالفوا اللائحه، مين اللي اولى بالمساءله؟ انا كواحد دعيت للانتخابات وقلت له اتفضلي ادخلي الانتخابات، ولا اعضاء الاتحاد اللي واضعين اللائحه هم اللي يلتزموا بالنسبة. ممكن اسال حضرتك سؤال اخير يا مدام ماجده، الاجراءات دي ظلمت بعض المرشحين فعلا ما عدا الدكتور كرم كردي؟ راي حضرتك يعني اكن حضرتك مش في الانتخابات. بالفعل. تمام، اعيد السؤال معايا سمعتوش. الاجراءات دي او التجاوزات اللي حضرتك بتقولي عليها دي ظلمت حد فعلا من المرشحين فعلا؟ انا مش بتكلم شكل قانوني ولا بتكلم ثغرات قانونيه، انا بتكلم فعلا الاجراءات اللي حضرتك بتقولي عليها ظلمت حد من المرشحين فعلا؟ ادت لحد حق فعلا مش حقه؟ لا حضرتك الاجراءات اللي تمت في اتحاد الكره المصريه الاخيره ظلمت قايمه بالكامل وادخلت ناس ليس لهم حق وخرجت ناس لهم حق. كلام حضرتك في الحته دي كلام محترم جدا، انا هاخد بيه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ ماجده هلباوي من الشخصيات يعني المحترمه جدا.